قول لي اخبارك ايه في المدرسه؟ يعني ما عنديش مثلا غير شهر واحد والباقيين بقى يعني جمع. وفي المدرسة مثلا في الجامعة الإسلامية على طول بيخلونا عايزين نطلع في هذا الجامعة الإسلامية أو ما نحضرش ولا حصة، لا دين مسيحية ولا إسلامية. ما عايزينك إنك أنت تدرس الدين الإسلامي؟ آه. فاحنا طبعا واخدين احنا درس اسلامي، فاحنا بنطلع بره ساعة الحصة. يعني انتوا بترفض حاجة زي كده، لما يجي يدرسوا الدين الاسلامي في فصل عندكم بتسيب الفصل وتطلع بره. اندرو، لما جابوا لك كرة الامتحان وقالوا لك انت هتمتحن في الدين الاسلامية، عملت ايه؟ اول كتبت من بره، كتبت الديانة المسيحية، فكان الناظر وكده قال لنا ازاي تكتب ديانة مسيحية انت هتمتحن ازاي؟ راح قال لنا الورقة وادانا ورقة تانية نكتب فيها الديانة الاسلامية. بعد ما كتبت ديانة اسلامية راح قال لي مش هتعلم خلاها كتبتها من فوق كمان عشان ما يقدرش اغير حاجة. بعد ما كتبتها وكده رحت كتبت من جوه انا مسيحي بالخط الكبير. ماريو، يعني والدك غير دين وعايز ياخدكم معاه، انت موافق؟ لا طبعا، انا مامتي دي انا طول عمري عايش معاها، دي عيالها. تحب ماما وتصوف مع ماما واخواتك وعايش محتاج ليه؟ انا مبسوط مع ماما، هو اصلا ما عادش معانا واحنا عايشنا كويس من غير محتاج ليه دلوقتي. انت ممكن تغير دينا؟ لا. المحكمة حكمت اجباريا انك تروحوا مع ابوكم وخدتم غصب عنه وراح بيكم الجامعة، هتعمل ايه؟ انا طبعا مش هصلي اولا اسلامي، يعني انا مثلا ياخدنا اوكي ماشي هعديها له، لكن في البيت عمري ما حصل اي اسلام، انا طول عمري مسيحي، كتبها في الشهادة كده زي ما هو. يعني انت مسيحي وبتحب الدين المسيحي؟ اه. على طول؟ كل يوم الاسبوع مع العلم الاثنين. تقول ايه يعني لابوك لو حبيت تقول له كلمة النهاردة وانت قاعد، عايز تقول له ايه؟ يعني هو مش عايزنا ما يسيبنا في حالنا، يعني هو علشان عايز يعمل حاجة يبقى لازم يحقق كل حاجته على حساب ناس تانية. احنا مالنا بيه، احنا دلوقتي اختمنا زيارتنا، هو عشان غيرها لازم غير لنا معاه، وهو كان في يوم الايام عليها غير لنا احنا ليه؟ اللي هو كما هو كان عايش بيها وكان راضي، احنا كنا عايشين بيها وراضي، ومحدش غير لنا زيارته لما هو كان مسيحي، ومحدش برضه غيرها لنا لما هو كان مصري. يقدر هو يعمل اللي عايزه، هو ماله بينا بقى يسيبنا في حالنا. المحامي كاتب في الورق ان المتسجلين لازم يروحوا الدين الصحيح، وهم ان هم يعني كانوا موجودين من مول، فانت ايه رايك؟ يعني هو اللي عايز يعمله يعمله، بس في حاجه بتقول ان اي واحد يفوت جنبه، يعني انا عن بنتي هو ماله بيا، وبعدين طب ما هو كان هو بيفوت جنبه زي ما هو عايز، حتى هو اتغير ما كانش حد بيقول له حاجه، جاء علينا احنا لما كبرنا راح حاب يغير لنا جنبه عشان هو غير، غير ان هو حكرم وغير ما غيرش عشان جيت. اندرو، احنا يعني بابا ده كان هيلثي ليه، كان بيقرب لك بيكلمك، يعني بيحاول كل تفاضيك او حاجه في يوم من الايام؟ لا، هو طول عمره يعني كان يجي لنا مثلا يوم في الاسبوع ويجي لنا في نص الليل، يجي يسلم علينا ويمشي تاني يوم. يعني ماما غيرت كل حاجه عنه؟ اه، هو ما كانش يعني ما تحسش ان هو ابونا بالظبط، هو عمره ما عندنا حاجة تدل على الأبوية، يعني طول عمره دايما في الشغل، يعني ممكن تقول إن هو أب لشغله مش دينا. بقول لك يعني برضه تاني، يعني لو حكمت المحكمة وجات الشرطة خدتكم غصب عنكم وودتكم لأبوكم وخدتكم قال لكم خدوا صلوا أو اقروا في القرآن، هتعمل إيه؟ أنا ممكن أعمل كل اللي هو عايزه، بس أجي أصلي هصلي جنبي، مش هصلي جنبي. تكلم ربنا تقول عن المشكلة اللي انت فيها دي؟ اكيد يعني، اصل يعني دي عادي، اقول له يا رب انت احنا في القضايا وكده، ما اصل انا يعني واحد عايز ديانته الطبيعي ان هو يسأل عليه،
يعني حتى القديسين كلهم لما كانوا بييجوا يطلبوا أي ديانة لازم أول حاجة بيعملوها لازم بيصلوا طبعا فعلا ما هو يخليهم ياخدوا الديانة دي. مفيش حد بياخد بيختار حق يعني بيروح لحاجة غصب عنه أو إن أنا أخدك غصب عنك، أنت مسيحي وبتحب ديانتك المسيحية بتروح الكنيسة وبتروح مدارس الأحد ودي أصدقائك في الكنيسة والشماس مش كده؟ بترفض تماما خالص انك تروح مع والدك. يعني انت اصلا يعني انت اصلا ما تسموهوش والدي. مش والدي. لانه هو اصلا بيقعد معانا يوم ولا حاجة. ايه العلامة كده؟ ايه علامة ان هو ابوك؟ الشهد الاكبر متحد وان قضية الطفلين اندرو ماريو ما زالت دون حل. مؤخرا رفض القضاء الاداري الدعوة التي كانت مرفوعة من الوالدة بخصوص عدم دخولهم امتحان المادة الدين الاسلامي، وحكمت المحكمة برفض الدعوة واجبار الطفلين على الامتحان في المادة الدين الاسلامي رغم انهم مسيحيين. واليوم السبت ذهب المستشار نجيب جبرائيل ووفدا من المنظمة ومعهم السيدة كاميليا لطفي والدة الطفلين لمقابلة وزير التربية والتعليم، ولكن هناك حدث شيئا غير متوقع وسوف نرى مع سيادة المستشار. سيادة المستشار اليوم ذهبت إلى وزارة التربية والتعليم لمناقشة قضية الطفلين أندرو ماريو حول عملية إجبارهم على الامتحان في ملحق الديانة الإسلامية رغم من عنهم، فماذا حدث في المقابلة؟ احنا قبل ما نذهب الى الوزارة ذهبنا انا ومدام كاميليا الى المحكمة الادارية العليا حيث قدمنا اشكالا في الحكم الصادر ضد الصغيرين اندرو وماريو برفض الدعوة التي قدمتها مدام كاميليا بوقف تنفيذ القرار الصادر من التربية والتعليم الاسكندرية باجبار الصغيرين على الامتحان في مادة الدين الاسلامي. يعني عملنا الطعن واخذنا رقم الطعن وكنا تقدمنا او كتبنا مذكرة في صبيحة هذا اليوم وتوجهنا الى مكتب السيد الوزير الدكتور يوسف الجمل حيث لم يكن متواجد في هذا الوقت، ثم يعني دعانا الدكتور رضا ابو سريع وكيل اول الوزارة في مكتبه وقدمنا المذكرة، وفوجئنا بشيء غير متوقع بالمرة وهو هجوم شرس من الدكتور رضا، لاني انا قلت له ان مش معقول ان احنا هنضيع مستقبل الصغيرين على اساس ان لم ننتظر حكم المحكمة، فانا كل اللي بطلبه منك ما تلغيليش امتحان المادة وانما بطلب منك بس ترجئ الامتحان الى اواخر سبتمبر او اواخر نوفمبر اغسطس حتى يتم الفصل في الاشكال الذي رفعناه. وهنا سارت سائرته ولم اكن اتوقع اني بقول لي انت بتهددنا، ما بهددكش، انا بقول ده حق قانوني والوزارة مش للمسلم بس، وزارة المسيحيين والمسلمين ولكل الناس، فانا بقول لك اني بس ارجعي الامتحان. فقال لي انا قدامي الورق ومسلمين وكما لو كان قد كون عقيدة مسبقة في الاجابة ومعد الاجابة من قبل للاجابة على سؤالي، وده شيء يخزى وشيء يخزى له وشيء الحقيقة انا يعني لا استطيع ان اتصور ان وزارة زي وزارة التربية والتعليم يجب ان تسجل او تقدم القدوة وتقدم المثل والنموذج للتعاون والمحبة والمودة والاحتواء الاطفال ايا كان ديانتهم. نجد ان الوزير كان وكيل الوزارة في جانب واحد، جانب الصد جانب الرفض، وحينما يعني انا اشتدت الحديثة معه